السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم، اليوم غنديروا الصفحه 25 وغادي نديروا جمهور خير ديال التنسيل فيزيك شيمي دو ديماني كولاج. اذا ما تنساوش انكم ديروا لنا واحد لايك تحفيزي الى عجبكم المحتوى، ونبداو التصحيح على بركه الله. التنسيل فيزيك شيمي دوزيام اني كولاج جو مونطران، وغنبداو بيكزيرسيس كوريجي. انونس اللي عندنا اون بيسين غونفلاب، واحد لا بيسين اللي هو هذا يعني قابل باش ندير نق، كونتيان 2300 لتر داء، هذا الهواء اللي كيكون يعني كيقد يهز لنا حتى 2300 لتر ديال الهواء. لا كومبريسيون دو لير اي دوني بار لا ديغرام سيدوس، وهاد لا كومبريسيون ديال الدير اللي كتوقع في هاد لابيسي كيعطيها لنا هاد الدياغرام. ماشي كيعطينا الدياغرام، كيقول لنا بان الديازور 78% والاكسجين 21% و لي زوتر غازو عندنا 1%. هادشي لي غاز اللي كاينين وسط هاد لابيسي. لا بريمير كيسيون اللي عندنا هي قال كومون فاري لا بريسيون ا لانتيريور دو لابيسي دير كون اون لاغو، كيفاش كيتغير لينا هذاك الضغط الداخل ديال هاد لا بيسي الوقت اللي كنقوفليوه حنا. الجواب كان كو اون غوفل لا بيسي لا بريسيون ا لانتيريور اوغم، اذا البريسيون ديالنا كتزاد ا لانتيريور الوقت اللي كنقوفلو كنقوفلو هاد لا بيسي كيتزاد الضغط ديالو. وغنديرو كومونتير باش نفسرو. اذا لوغ دو كوفلاج دو لا بيسي on pompe une quantité d'air. Et dans l'ordre اللي كنقوفلو حنايا اش كنديرو؟ كنضغطو واحد الكميه ديال الهواء. سيت ديغني هاد الكميه ديال الهواء ا اون ماس، عندها كتله، وهادشي اللي شفنا لوكو كي ساجوتي ا لا ماس اكزيستانس، هي اللي كتزاد على ديك الكتله اللي موجوده ملي كنضغطو الهواء. مزيان، غادي نمشيو للسؤال رقم الثاني. سيتي لي دو constituant major de l'air. Donc, je connais un juge de l'air, l'essentiel, ou la major de l'air, qui a la plus grande importance, c'est le diazote et le dioxygène. C'est un mot de l'air. L'air est constitué majoritairement de diazote et d'oxygène. Mais sachez que vous avez abonné à la chaîne, vous avez besoin de donner des likes. داك اللايك بريك على داك الصبيع، داك اللايك فعلو. دابا لا كيسيون نيميرو 3، كيلي لا ماس دان ليتر دير دون لي كونديسيون ابيتويال دو تمبيراتور اي دو بريسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ هما هادو 25 دوغري سيلسيوس و 113 هكتو باسكال، هادو هما لي كونديسيون ابيتويال. هنا لا ريبونس ديالنا قالنا dans les conditions habituelles de température et de pression, la masse d'un litre d'air est égale à 1,2 watts. Il y a le hasard les cabelles. Bien, je vais vous expliquer. Le commentaire, je vais vous dire, bien, on applique, يعني طبقنا la relation de la masse volume. ρ تساوي لنا n على v اللي هي الحجم. هنا طبقنا هاد العلاقه باش حصلنا على 1.2 غرام. دابا لا كيسيون نيميرو 4، كالكولي لا ماس دير، كتسبو هذيك لا ماس دير كونتوني دون سيت بيسي، كتسبو لا ماس دير اللي كاينه وسط هاد لا بيسي. شنو قلنا حنا؟ لا ماس دير كونتوني دون لا بيسي اي اونفيرون 2760 غرام. يعني منين جينا حسبنا عندنا هنايا لتر، عندنا هنايا في وعندنا لاماس ديالو، حنا حسبنا لاماس وديجا عندنا لاماس 1.20 غرام. اذا لا كيسيون نيميرو 5، ديدوي هنا من هاد العلاقه فاش حسبوها هذا، ديدوي لاماس دلوكسيجين كونتوني دون لا بيسين. هنا نحسبو الكتله ديال هذاك الغاز اوكسيجين، طبقنا العلاقه لا ماس دوكسيجين كتساوي لينا النسبه ديال الاكسجين مضروبه في لا ماس دو لير مقسومه على 100. النسبه ديال الاكسجين هي 21%، غادي نضربوها في الكتله ديال لير اللي هي 1.2 وغادي نقسموها على 100 غتعطينا
وصبعين. هادشي اللي غادي نفسروه في الكومنتير. اللي كان ابليكيو لا ديفينيسيون ديال لو بورسونتاج دوكسيجين، يعني اي غاز، نسبه ديال اي غاز كتساوي الكتله ديال الغاز على الكتله ديال الهواء مضروبه في المليار. هادي باش كنحسبوا لا كونتيتي، النسبه ديال الهواء. بغينا الكتله ديال الهواء غادي نحولوا النسبه هنا والكتله نجيبوها. هذا الشيء باش حسبنا هنايا الكتله ديال لابيسي. ودابا غنمشيو للاسئله الثانيه. اذا هنايا فري او فو، ريبون بار فري او فو او افورماسيون سويفون اي كوريجي سيل كي فون فو. الا كانوا خاطئين نجاوبوا صحيح ولا خطا، ولا كانوا خاطئين غادي نصحوهم. حنا غنصحوهم شفوي. بريميرمون لير اي انكور بور فو، علاش؟ لانه ما كيتكونش من ماده وحده، ولكن كيتكون بزاف ديال لي غازور. غادي نقول بانه سي تام ميلونج، اذا فو. لير اي ان ميلونج دو دو برينسيپو غاز، وي. علاش؟ لانه كيحتوي 78% ديال الازوت و 21% ديال الاكسجين، هما لي برينسيپو، وكتبقى 1% ديال لي زوتر غاز. اذا لي برينسيپو عنده دو غاز برينسيپو. اذا لا ريبونس سي فري. لا بروبورسيون اون فوليوم دو ديوكسيجين دون لير اي 4/5. واش غير لا فوق فري؟ علاش؟ لان حنا عندنا النسبه، قلنا النسبه ديالو عندنا 21%، يعني 21 او 20% نقدروا نكتبوها على 20%. اذا غنختزلوا ب 5 غتولي هنايا 4، هنايا ب 5 غتولي لينا شحال 20. غنختزلوا ب 4 غتعطينا 1/5. اذا هو كياخذ 20% كتمثل 1/5 من الاجمالي كامل. اذا الاكسجين عنده غير طرف واحد. اذا المعلومه فري. لا كومبوزيسيون دو لير سي نو فاري با افيك لالتيتود. كيما بغى يكون لير المعلومه راه فوق، كيما بغى يكون لير قلنا راه هو كيتغير مع لالتيتود. L'air se raréfie lorsque l'altitude augmente. Et donc, comment est-ce que comment ça fait l'air qui prend ou qui est باش ناكدوا هذه المعلومه هذه. يعني الاغ قلنا كيتغير التغير ديال الارتفاع. هنا نفس السؤال، هنا الاغ يعني غادي وكيتلاشى، يعني غادي وكينقص على حسب الارتفاع. اذا المعلومه صحيحه. اذا ساديسان دون ان ريسيبيون de 50 litres d'air, le volume de l'oxygène est 10% et 10 litres. Et celui du diazote est 40 litres. C'est 10 à la 40, c'est 10 à la 40. Hadi kan goulou 10 à la 40 bel moqarana ila drabna b jouj katatina 20 ala 8. Et la nisba dial l'oxygène hi 20 والنسبه ديال الديازوت هي 8. اذا هذا الجواب هذا صحيح فري. لو غاز دو لير انديسبونسابل ا لا في اي لو ديوكسيجين. قلنا في لوكور بان الديوكسيجين راه مهم للحياه، الا ما كانش راه ما كايناش الحياه. اذا لا كيسيون ديالنا فري. دابا ندوزو للسؤال رقم 8. لو سو ترانسفورم اون اير كون سيفابوري. واش الماء منين كيتبخر كيتحول لينا الهواء؟ لا. اذا كي ترانسفير علاش نياج السحاب. اذا المعلومه خاطئه فوق. اون فيمي اي ان غاز، هذاك الدخان واش هو غاز؟ نو، هو مجموعه من الغازات، هو تفاعل كيميائي ديال المواد اللي خرجوا لنا هذاك الغاز، لانه هو ميلونج ما بين الاكسجين وما بين الكربون. اذا المعلومه فوق طبعا. اون ميم كونتيتي دير غارد لو ميم فوليوم لوغسك سا تمبيراتور اوغمون. واش ملي كتكون عندنا نفس الكميه ديال الهواء كتحافظ على نفس الحجم ديالها
منين درجة الحرارة كتزاد الجامد، إذا هنايا فوق كتختلف ملي كتكون الحرارة كتبقى محافظة على نفس الكمية ديالها، ملي كتكون الحرارة كونستون مستقرة، ملي ارتفعت كتغير الكمية ديال لا كونتيتي ديالها. هنا غادي نقولوا لا ريبونس فوق طبعا. إذا كنتمنى أن عجباتكم تمارين، متنساش أنك تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك، ودينا لايك تحفيزي، وتشارك القناة إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة، وما تنساش تشوف الحلقات السابقة. خليناكم على خير.